بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، للحافظ المجتهد الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان أبدا. عندي يا شيخ عامر فإنه إن عندي في فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع، وقوله عليه السلام لم يضره الشيطان يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه، وهذا أقرب. وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه، والله أعلم. بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحديث 12 من كتاب النكاح، وهو الحديث 14 بعد 300 من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. انتهى الحديث. وأحسب أن المناسبة بين هذا الحديث وبين الكتاب كتاب النكاح واضحة كل الوضوح. وهذا حديث يتعلق بآداب الجماع، بمعنى حثنا ورغبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر وهذا الدعاء إذا أراد أن يأتي الرجل أهله. وهذه ها هنا يعني تكنية لطيفة منه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما صرح بذلك، قال إذا أراد أن يأتي أهله، والمقصود به الجماع. وهذا من آداب الشريعة أنها تكني عن مثل هذه المسائل. لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال هذا الذكر أو هذا الدعاء. قال الشيخ الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع. هذا مثل دخول الخلاء، إذا أن الذكر يكون قبل دخول الخلاء،
وكذلك هذا الذكر وهذا الدعاء يكون قبل الجماع. لكن إذا دخل المرء الخلاء ما يصح بعد ذلك أن يذكر الله عز وجل وهو يقضي حاجته، وكذلك إذا نسي في هذا الموضع ما يصح كذلك أن يذكر الله وهو في ذلك الوضع مع زوجه أو مع زوجته. فلذلك قال إذا أراد أحدكم، إذا أراد بمعنى قبل أن يبدأ يأتي بهذا الذكر، لكن إن بدأ ما ينبغي للمؤمن أن يأتي بهذا الذكر في ذلك الموضع، هذا الذكر ذكر الله عز وجل والدعاء بعد أن يشرع، بعد أن يشرع في مواقعة أهله. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان، يحتمل أن يؤخذ عاما، ولطلاب الأصول قلنا أن الفعل إذا جاء في سياق النفي فإنه يفيد العموم، يفيد العموم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لم يضره، وهذا فعل لم يضره، فأخذ من هذا العموم. هل يراد بهذا العموم عموم دفع الضرر كله، سواء كان ضررا دينيا أو ضررا دنيويا؟ فأخذ العموم، قال يحتمل أن يؤخذ عاما، أن يؤخذ بهذا اللفظ العموم، فيدخل تحته الضرر الديني، بمعنى لا يضره الشيطان لا في بدنه ضررا دنيويا، يعني في بدنه بمرض أو مس أو نحوه، أو ضررا دينيا، بمعنى يكون المرء على صلاح واستقامة مع الله عز وجل. قال احتمال أن يكون هذا العموم، فيدخل فيه منع أو دفع الضرر الديني، ويحتمل كذلك أن يؤخذ خاصا. قال ويحتمل أن يكون الحديث خاصا. يقول قائل كيف يكون اللفظ عام ويأتي؟ نقول كثير هذه في لغة الشرع ولغة العرب، أن يأتي اللفظ عاما ويراد به الخصوص، أن يراد به الخصوص، فلذلك حمله كثير من أهل العلم ها هنا على الخصوص، قالوا لم يضره على معنى خاص، بل ذكر سيأتي بعد قليل أنه بالإجماع أنه لا يراد العموم ها هنا. لكن الشاهد في هذا المقام أن المؤلف يقول يحتمل أن يؤخذ منه أن يؤخذ منه الخصوص، بمعنى أن يراد به الخصوص بالنسبة إلى الضرر البدني، ضررا بدنيا، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله ولا يضره في عقله أو بدنه. فهل هو على العموم الضرر البدني والديني، أم هو على الخصوص بمعنى الضرر البدني دون الضرر الديني؟ ورجح المؤلف الخصوص، قال وهذا أقرب، أنه يراد به الضرر البدني لا الضرر الديني، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، وهذه قاعدة يعرفها طلاب الأصول، أن اللفظ إذا ورد عاما فالأصل حمله على العموم، الأصل أن يحمل على العموم، فمن قال أن هذا اللفظ عام يراد به الخصوص فهو المطالب بالدليل، وإلا الأصل حمله على العموم. فلذلك يقول وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم وقلنا معناه يدخل فيه الضرر الديني، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي، وليس ثمة معصوم عن المعصية. قواعد الشريعة دلت على أن المرء لا يمكن أن يكون معصوما عن وقوع في الذنب وعن الخطأ، فلذلك قال أهل العلم في هذا المقام المراد ها هنا الضرر البدني لا الضرر الديني، وذلك أنه لا يوجد مؤمن معصوم، فإن إذا حملناه وقلنا أن الضرر الديني مرفوع عنه ويدخل تحت العموم، معنى ذلك أننا أدخلنا
يعني من أتى أو من ولد يعني بعد أن ذكر أبواه هذا الذكر أنه يكون معصوم، قال وليس ثمة معصوم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده، بل لا يتفق. من الذي يعني يعصم عن المعاصي كلها غير الأنبياء؟ الأنبياء هم الذين عصمهم الله تعالى، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حمله المؤلف قال المراد به هاهنا الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يمسه ولا يصيبه بضرر في بدنه. قال أما إذا حملناه على الضرر على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلاف، معنى إذا حملناه على ذلك أمكن وقوعه ويوجد، ويوجد بمعنى أن كثير ممن ولد عصمهم الله تعالى عن الأمراض وعن الآفات وعن الجنون وعن نحوها، فلذلك قال الأولى أن يحمل هاهنا على الضرر البدني إلى الضرر الديني. ولا بأس أن نذكر في هذا المقام أنه من أهل العلم، أولا العموم ليس مرادا هاهنا، لا ريب في ذلك، لأن ما من مؤمن إلا ولا بد وأن يصاب أن يصيبه الشيطان بوسوسة أو إغواء أو نحو، ما في أحد يعصم عن ذلك. فلذلك ذكر غير واحد منهم القاضي عياض قال بالإجماع أن هذا ليس المقصود به كل ضرر، فإن من هناك ضرر لا بد أن يقع. فلذلك يقال في هذا الموضع إذا سألنا سأل من الذي خص هذا العموم، نقول خص هذا العموم الإجماع، إجماع الأمة، إجماع العلماء كلهم، إجماع العلماء أن ما في إنسان معصوم، ما في إنسان يخلو يعني من وسوسة من إغواء، وهذا ضرر لا ريب أنه ضرر. فإذا الحديث وإن ورد عاما فإنه يراد به الخصوص، لكن الخلاف هل يدخل فيه ما يتعلق دفع الضرر الديني، بمعنى أن الله عز وجل يعصمه، بمعنى أن الله عز وجل يوفقه ويهديه ويصلح حاله وشأنه ويكون على ديانة واستقامة، وإن وقع منه بعض الزلل، وإن وقع منه بعض الزلل، أم أن المراد الحديث الضرر البدني دون الضرر الديني، وهو أن بمعنى أن المرأة لا يصاب لا في عقله ولا في بدنه. وهناك من حمله قال الحديث يراد به أيضا الضرر الديني، بمعنى مو بمعنى العصمة، لكن بمعنى أن الله عز وجل يبارك في هذه الذرية، إذا ذكر الله تعالى ودعا بهذا الدعاء أن الله عز وجل يبارك في ذريته ويوفق أبناءه للهداية والاستقامة والصلاح، وإن كان يقع منهم الإثم والذنب كغيرهم من البشر. فإذا قال قائل طيب كثير نرى كثير من أهل العصيان اللي يعني ليسوا على استقامة، ما الجواب؟ يقال أيضا كثير من الناس يترك هذا الذكر، وهذا صحيح، كثير من الناس ينسى أن يأتي بهذا الذكر قبل أن يأتي أهله، فلذلك ناسب، قالوا ممكن يعني من الإمكان أن يراد به دفع الضرر الديني، بمعنى أن الله عز وجل يبارك في ذريته فيكون ابنه أو ابنته على استقامة وصلاح. فإذا اعترض معترض قال طيب شوفوا أغلب الخلق يعني ليسوا على استقامة وعلى ديانة، يقال هذا لا يقدح في أصل الحديث، لأنه أيضا هذا الدعاء كثير من الناس حتى من أهل الصلاح وأهل الديانة ينسونه في تلك المواقع. هذا جواب، وربما عن لي جواب أيضا، هذا دعاء أليس كذلك؟ هذا ذكر ودعاء، فيشمله ما يشمل غيره من الأدعية، قد يقبلها قد يتقبلها الله عز وجل يستجيب لها، وقد لا يستجيب لها، يعني بمعنى دعا، لأن من شروط قبول الدعاء أو استجابة الدعاء أولا الإخلاص، بمعنى أن يكون
من قلب متصل بالله عز وجل، ما يكون من قلب الله. حب أنه ذكر هذا الذكر على عجلة، بسم الله عز وجل كذا، ثم واقع أهله، هل بعد ذلك يقول قل لا، ترى هذا دعاء يا عبد الله، هذا دعاء. ومن شروط الدعاء ألا يكون عن قلب لاهم. كذلك من شروط استجابة الدعاء أن يكون ماله حلالا، ألا يكون قد شروط يعني استجابة الدعاء كثيرة. فيقال أيضا في هذا الموضع، هب أن إنسانا والله قال أنا دعيت، لكن ما الله ما يعني سبحان الله أصاب ابني يعني إما ضررا دينيا أو ضررا بدنيا أو نحوه، نقول هذا دعاء قد يستجيبه، قد يجاب، قد يجيبه الله تعالى ويقبله، وقد لا يقبله، فهو كغيره من الأدعية. فلذلك أيضا يأتي هذا الضابط في هذا المقام. وربما حمل بعضهم الضرر الديني بمعنى الردة والكفر، بمعنى الردة، قال لم يضره الشيطان أبدا، لا بمعنى المعاصي، لا بمعنى أنه لا يقع في المعاصي، لكن بمعنى أن الشيطان لا يضره أبدا، فلا يقع في كفر أو ردة. وهذا ذكرها أيضا بعض أهل العلم، لكن يعني ربما كان أسد جواب يعني في هذا المقام أن يقال هذا يعني هو للعموم، العموم بمعنى الضرر الديني، يشمله الضرر الديني، لا بمعنى الضرر الديني أنه لا يقع منه معصية، لكن بمعنى الاهتداء والاستقامة يعني أن والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وإن كان يقع منه بعض المعاصي، وإن كان يقع منه بعض المعاصي. فإن قال قائل كما أسلفنا يعني وجدنا كثير من الناس، قلنا أن هذا دعاء، والدعاء لا بد له من شروط كي يستجاب، فلعل هذا هو أسد جواب يتعلق بهذا المبحث. نعم. أسأل الله إليكم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوهم. قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لفظ الحم يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج، وهو محرم من المرأة، وهو محرم من المرأة لا يمتنع دخوله عليهما، فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال. وحمله على من ليس بمحرم، وحمله على من ليس بمحرم، فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة، والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب. بارك الله فيك. يعني قبل أن ننتقل إلى هذا الحديث، لا بأس، فاتني أن أذكره، هذا الذكر الذي يقال اللهم جنب الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما، هل هو خاص بالرجل أم تقوله المرأة أيضا؟ ظاهر الحديث أن المراد به الرجل، قليل ترى من تناول هذه المسألة، وتناولها متأخر الحنابلة. قالوا الظاهر يعني في هذا الحديث أن المراد أن الذي يذكر هذا الدعاء أو هذا الذكر هو الرجل دون المرأة، لكن ابن نصر الحنبلي قال أيضا يسن للمرأة أن تذكر هذا الدعاء، لا بأس أن تذكر هذا الدعاء، وإن قال متأخر الحنابل هذا لا يعرف عن أصحابنا، ما نعرف عن الأصحاب، ما ذكره إلا ابن نصر يعني من أصحابنا، وإلا الأصحاب يعني الحنابلة كلهم لا يقول أن هذا خاص بالرجل. أيضا من المتأخرين ابن حجر الهيتمي
في الفتاوى الكبرى فتاوى الحديثية له أيضا قال يسن للمرأة يسن للمرأة كذلك أن تأتي بهذا الدعاء وهذا الذكر. فأقل الأحوال أن يقال إذا جاءت بها فلا بأس، يعني إذا قالتها يعني لها سلف يعني من أهل العلم، لكن ربما يعني هو خلاف الأولى، يعني إذا جاءت به فلا بأس لكنه خلاف الأولى، لأن أكثر أهل العلم إنما خصوا هذا الذكر بالرجل، لأنه صلى الله عليه وسلم خص الخطاب به، قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ثم ذكر الحديث فأراد به الرجل. لكن إذا قيل والله المرأة تريد، قل لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن فيما يظهر أنه خلاف الأولى. الحديث الثالث عشر من سلسلة أحاديث كتاب النكاح، وهو الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت. ولمسلم أي في صحيح مسلم عن أبي طاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول، وهذا تفسير الراوي، الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه، انتهى الحديث. قال الشارح لفظ الحمو يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج، وكذلك في أبي الزوجة وأم الزوجة حماته، هذا يعني لذلك يقولون الأحماء، الأحماء جمع حمل، الأحماء هم أقارب الزوج، أقارب الزوج هم الأحماء، وأقارب الزوجة يسمون الأختان، فقريب زوجتك ختنك، والأرحام على الطرفين، معنى قد يكون يعني رحيمها، يعني المرأة زوجها رحيمها، وكذلك الرجل قد يكون. لكن بالنسبة للحمو يطلق، يعني يطلق عند العرب على أبو الزوج، وكذلك يطلق على أم الزوجة وأبي الزوجة. فقال لفظ الحمو يستعمل عند الناس اليوم، أي في عرف الناس، في أبي الزوج، وهو محرم من المرأة، والمحرم بمعنى أن كل من حرم على المرأة على التأبيد فهو محرم لها، فلذلك آباء الزوج وأبناؤه، آباء الزوج أبوه وأبو أبوه وأبو أبو أبوه وجده كلهم محرمون على الزوجة تحريما أبديا، بمعنى حتى لو مات الزوج، وكذلك أبناؤه، أبناء زوجها وأبناء أبنائه، فهؤلاء. فلذلك يقول المؤلف ترى الحمو عند في استعمال الناس على أبي الزوج. ومن المعلوم أن أبا الزوج محرم من المرأة لا يمتنع دخوله عليها، فلذلك فسره الليث بما يرفع هذا الإشكال، يعني لعل يعني بعض الناس إذا قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني نهى أن يدخل الرجل على النساء، فقيل طيب قريب الحمو، فربما يتوهم متوهم أن المراد بالحمو هنا أبو الزوج، فلذلك أراد الليث أن يزيل هذا الإشكال، وأن يجعل أو أن يبين أن الحمو المقصود به أخو الزوج وأقاربه، أخو الزوج، عمه، خاله، ابن عمه ونحوه من أقارب الزوج، فهؤلاء كلهم يسمون يعني حم للمرأة. فأراد الليث أن يزيل هذا الإشكال حتى لا يظن أن المراد به أبا الزوج، فقال وحمله على من ليس بمحرم فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة. قال والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب، فإذا كان قريب الزوج فمن باب أولى أن يكون البعيد أولى بالتحريم أن يحرم أن يختلي بالمرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام تقي الدين رحمه الله تعالى وقوله إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتضي ذلك فلا يمتنع. بارك الله. إياكم والدخول، والأصل العموم، أن هذا النهي للعموم، لكن خص قال مخصوص بغير المحارم. أما محارم المرأة فيجوز له، أخوها، أبوها، وكل، فهؤلاء كلهم يجوز لهم أن يدخلوا على المرأة. فإذا الحديث وإن كان عاما لكن أريد به الخصوص، وهم غير المحارم، أي غير محارم المرأة. يقول قائل أين المخصص؟ نقول المخصصاتها كثيرة، يعني المخصصات كثيرة، يعني قواعد الشريعة دلت على أن الذي يحرم الدخول أو أن تكشف أو تخلو المرأة به هو الأجنبي، أما من كان محرما لها فلا. فلذلك خصصنا هذا العموم وقلنا هذا العموم يراد به الخصوص. ثم وضع المؤلف قيدا آخر، قال القيد الأول أننا نحمل هذا اللفظ العموم على الخصوص، بمعنى على غير المحارم، أما محارم المرأة فيجوز لهم أن يدخلوا على المرأة، أبوها، أخوها، خالها، عمها، أبو زوجها، ابن زوجها، هذا هؤلاء كلهم يجوز لهم، فالمراد بهم غير المحارم. إذن خصصنا الحديث. قال ولا بد أيضا من اعتبار أمر آخر، وهو أن المراد بالدخول ها هنا الخلوة، لا بمعنى أن يدخل الدار ويخرج، أراد أن يدخل الدار ليأتي مثلا بمفتاح السيارة، أو أراد أن يأخذ غرضا من الدار ثم يخرج، قال ليس هذا المراد، إنما المراد أن يدخل ويخلو بالمرأة. طيب ما الذي حملهم على حمل هذا اللفظ؟ قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على هذا، يعني على هذا المعنى وهو الخلوة، لورود أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم بتعبير الخلوة، لا يخلون، وهو حديث صحيح، لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، فحملوا هذا اللفظ لا يدخل، عدم الدخول على الخلوة، بمعنى أن يدخل ويختلي بها. لكن بعض أهل العلم قالوا بل المراد به أيضا الدخول، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأدنى على ما زاد على ذلك، فلذلك قالوا حتى الدخول يكره في حقه، حتى إذا أراد أن يدخل ويخرج يكره في حقه، ويكون إذا كان هذا مكروها فيكون دلالته على الخلوة، على تحريم الخلوة من باب أولى، من باب أولى. لكن أكثر أهل العلم على تقييدها، المقصود بعدم الدخول بمعنى أن يدخل وأن يختلي بها، هذا المحرم. أما إذا أراد أن يدخل ويخرج من غير خلوة ومن غير أن يعني يضطر إلى محادثتها ونحوها، قالوا لا بأس في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو، فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها فيحتمل أن يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله كما أنه لا بد من الموت، وإن حمل على من ليس بمحرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء، لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم، فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم، لأن دخول الموت عوضا من دخوله، زجرا عن هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء، كأنه يقال من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله. ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت
باعتبار كراهته لدخوله، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت. بارك الله فيك. قال الشارح: أما قوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو، أي تأويل الحمو. فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها، هل هناك من أهل العلم من قال أن هذا الحديث يراد به أبا الزوج؟ نقول نعم، وإن كان قولا مردودا ضعيفا، فإن الإمام الترمذي على جلالته قال المراد بهذا الحديث الحموها هنا أبو الزوج، فإنه يحرم عليه، وهو فإنه يكره، قال يكره في حقه أن يخلو بزوجة ابنه. وأراد الترمذي، الإمام الترمذي بهذا أن يقول فدلالته على من هو أبعد منه أعظم آكدية، يعني بمعنى أنه يحرم على، يكره لأبي الزوج أن يدخل وأن يختلي بزوجة ابنه، وفي هذا الحديث دلالة على من كان أبعد من أبي الزوج أن يكون في حقه محرما من باب أولى. لكن النووي رد ذلك ردا شنيعا، قال أبدا، قال بإجماع أهل العلم أن أبا الزوج يعني هو محرم لزوجة ابنه. لذلك المؤلف كأنه راعى أو أورد هذا على سبيل أو على ذكر هذا الخلاف، فيقول الحمو ها هنا الحمو الموت إن أريد به إن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها أو ابنه، يعني إذا قيل أبو الزوج كذلك يعني عند الترمذي يلحق به أيضا ابن الزوج إن حمل به، فيحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله، كما أنه لا بد من الموت، كما أنه لا بد الموت لا بد أن يأتي، أبو الزوج وابن الزوج لا بد أن يدخلوا، لكن على كراهة، يعني من حمله ومن حمله على ذلك بمعنى أنه مكروه. فكما أن الموت لا بد وأن يدخل كل دار، كذلك أبو الزوج لا بد وأن يدخل دار ابنه، وابن زوجها لا بد وأن يدخل دار أبيه. فحمل، قال فحمله من حمله على ذلك. لكن نكرر، إحنا نقولها إذا ذكرنا أقوال أهل العلم نذكرها تفقها، يعني بمعنى أن نذكر الخلاف، لكن أشرنا أن هذا قول مردود، يعني من حمله الإمام الترمذي على جلالة قدره، لكنه محجوج بإجماع أهل العلم أنه ليس المراد به أبو الزوج، بدليل أن الليث وهو راوي الحديث، وقرأ وأخذنا يا أحبتي سابقا قلنا أن تفسير الراوي للحديث الذي يرويه هو أعلم الناس به، فلذلك هذه قاعدة أخرى قواعد الشريعة، يعني أن الترمذي مسبوق بالإجماع بإجماع أهل العلم أن أبا الزوج هو محرم لها ومحرم للمرأة ولا يشمله، ثم إن راوي الحديث وهو أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم حمله ها هنا على قريب الزوج، أي على أخيه أو على ابن عمه أو نحوه. وذكره المؤلف يعني من قبيل ذكر الخلاف. وإن حمل على من ليس بمحرم، وقلنا أن هذا هو الصواب، طيب ما المقصود؟ الحمو الموت، يعني إذا قلنا الحمو بمعنى أخو الزوج، يعني يا رسول الله أخوي يدخل على زوجتي ابن عمي قريبي، قال الحمو الموت، ما المراد بذلك؟ قال يحتمل إذا حملناه على غير المحرم فيكون خرج مخرج التغليظ والدعاء، لأن العبارة ترى شديدة، وهذه أيضا يعني من استعمالات العرب أنهم يقولون الأسد الموت، يعني الأسد يأتي معه الموت، فكذلك قريب الزوجة قريب الزوج
الذي يدخل على زوجة أخيه أو ابن عمها، يدخل على زوجة ابن عمها ابن عمه ونحوها ممن ليس بمحرم، قال صلى الله عليه وسلم هذا مثله مثل الموت. ترى يا أحبة، هذه من يتتبع، يعني من يتتبع أخبار الناس ويصله أخبار الناس، يعني تقع مآسي من جراء هذا التفريط في أدوية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دواء نبوي، والله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بنفوسهم. ما يقول أن أحد ترى لا والله هذا أخويا، هذا ابن عمي، هذا كذا، ما يعرف هذا. ولو أرى، لو علم الله عز وجل ذلك لما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدواء. ما ينبغي للمرء أن يتهاون في هذا الأمر، يجعل أخوه وابن عمه يدخل ويجلس مع زوجته ونحوها. حسبك أنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالموت، قال فيكون هذا خرج مخرج التغليظ والدعاء، لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء. لأن الرجل لما قال يا رسول الله طيب أقاربي الحم أحم أخويا ابن عمي الذين ليسوا بمحارم، فلذلك غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا القصد المذموم، بأن جعل دخول الموت عوضا عن من دخوله. يعني لو دخل عليك الموت أفضل من أن يدخل، أن يدخل عليك عليكم الموت أفضل من أن يدخل أخوك أو ابن عمك أو من ليس بمحرم من أقاربك، من ليس بمحرم لزوجتك وأنت ليس بموجود، ويختلي بها. قال بأن جعل دخول الموت عوضا من دخوله، زجرا عن هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء. وأيضا ربما يكون أيضا هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ويل، يعني إذا كان دعاء، إذا كان خبرا فنقول يعني هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان دعاء بمعنى يعني أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يفرط، يعني على من يفرط هذا التفريط بالموت، فيكون دعاء منه صلى الله عليه وسلم. كأنه يقال من قصد ذلك، من قصد هذا الأمر، فيتسامح ويتساهل في دخول أقاربه على زوجته والخلوة بها من قصد ذلك، فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله. قال ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله. كل واحد فينا يكره الموت، كل واحد من فينا يكره الموت، فيكون هذا من قبيل التشبيه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أنك تكره الموت ينبغي كذلك أن تكره دخول أقاربك ممن ليسوا بمحارم لزوجك على أن يدخلوا على زوجتك ويختلوا بها، فيكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت، لأن المرأة يكره دخول الموت عليه، فينبغي كذلك أن تكره أن يدخل قريبك على زوجك ويختلي بها. وربما ذكر يعني بعض شراح الحديث يعني في هذا المعنى، قال الخطابي يعني في معناها بمعنى احذر الموت كما تحذر، احذر الحمو كما تحذر الموت، وهو قريب مما ذكره المؤلف، لكن الخطابي يقول معنى الحديث احذر الموت، احذر الحمو كما تحذر الموت. كل واحد منا يحذر الموت، فكما أنك تحذر الموت فاحذر الحمو. وقال النووي بمعنى الخوف من الحمو أن يكون خوفه من الحمو من قريبه ابن عمه ونخي أكثر من خوفه من الموت. ولعلنا نقف على باب الصداق على أن نطرقه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.